إذا طلق الزوج زوجته التي أبرأته من حقوقها عنده ثم تزوجها بعد ذلك بعقد ومهر جديدين، هل تعود إليه بما بقي من عدد الطلقات أو بثلاث طلقات جديدات؟ المعروف أن المطلقة ثلاثا لا تعود إلى زوجها الأول إلا بعد نكاح صحيح مع الدخول الصحيح، كما قال تعالى: فإن طلقها أي ثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. أما المطلقة للمرة الأولى أو الثانية فيمكن رجوعها إلى زوجها الأول بالرجعة إن كانت في العدة، أو بعقد جديد إن انتهت العدة، أو كان الطلاق عن طريق الخلع. فإذا عادت إلى زوجها الأول فهل تعود بما بقي لها من عدد الطلقات أي بطلقة أو طلقتين، أم تعود إليه كزوجة جديدة لها ثلاث طلقات كما تعود المطلقة ثلاثا؟ لم يرد في هذه المسألة نص من القرآن أو السنة يعتمد عليه، لكن الفقهاء قالوا: إذا عادت المطلقة غير البائن بينونة كبرى إلى زوجها الأول ولم تكن قد تزوجت غيره عادت بما بقي لها من عدد الطلقات، وذلك بالاتفاق. أما إذا كانت قد تزوجت غيره، فهناك خلاف بين العلماء في العدد الذي تعود به إلى زوجها، فقال بعضهم: الزواج الثاني يهدم الزواج الأول، بحيث لو عادت إليه تعود إليه بثلاث طلقات، وتسمى هذه المسألة عند الفقهاء بمسألة الهدم. وقال بعضهم الآخر: الزواج الثاني لا يهدم زواجها الأول فتعود إليه بالباقي من عدد الطلقات، وهذا الخلاف منقول عن الصحابة. ومن هنا اختلف فقهاء الأحناف، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف: تعود إلى الزوج الأول بثلاث تطليقات، وذهب زفر ومحمد بن الحسن إلى أنها تعود بما بقي ولا يهدم الزواج الثاني الزواج الأول، ولكل وجهة هو موليها، والعمل في مصر على الرأي الأول وهو العودة بالثلاث، والله أعلم.